عليكم كاملين. رجوع المقابله كنظن كلشي تيعرف لي مومون الاخرين اللي دازو من ليكيب اللي زدنا منهم كاملين. كما قلت في الماتش اللي قبل حنا كنا فرقه يمكن يلاه خرجت من الكومه يمكن اليوم خرجنا الحين عا شويه غاصة بزاف ديال الامور بزاف ديال الامور قعدت في هاد لا سمين بزاف المجهودات دارت لا من المسؤولين ديالنا لا من حنا كطاقم اللعابه لا من الفيزيك ديالنا كان واحد الانرجي تخي بوزيتيف تجي حاس بانه كنستحقوا اكثر. اليوم المقابله بطبيعه الحال كانت صعيبه لانه كنلعبوا كونتر ان ايكيب اللي دار دو ريزولتا بوزيتيف دونك كانت عندهم بلوس دو كونفيونس. حنا من بعد نقطه مع لي فار اللي كانت في غايه الاهميه لانه مونطالو عمتنا بزاف كان لزاما علينا اننا نتقاتلوا جوسكو بو. كما تتعرف في الكره دي فوا كتكون دي فوا تكون لا شونس دي فوا ما تكونش ودي فوا خصك تقاتل باش يكون عندك هذيك لا شونس. يمكن هذا الشيء اللي درنا اليوم. برافو اللعابه برافو البيبليك ديالنا اللي حضر برافو لجميع المكونات. باقي خاصنا خدمه كثيره من الحمد لله شويه بشويه.